صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل كان عنده مبلغ قدره 50,000 ريال وكان يخرج عليه الزكاة. يقول أحسن عليكم: رجل كان عنده مبلغ قدره 50,000 ريال وكان يخرج عليه الزكاة، والآن اشترى به سيارة أجرة، فكيف يخرج عليه الزكاة؟ ما دام اشترى به سيارة أجرة انتهى، لكن إن حصل على مبالغ من أجرة السيارة وحال عليها الحول تكفي الأجرة فقط إذا حال عليها الحول بلغة النصاب. نعم.